أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. طبعا في هذه المحاضرة راح نصمم شهادة شكر وتقدير باستخدام برنامج وورد، وأيضا راح نستعين بموقع الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي لإنشاء النص. طبعا إذا ذهبنا إلى تشات جي بي تي راح نطلب من الموقع اكتب لي كليشة او نص لشهادة شكر وتقدير. طبعا اعطاني هذا النص، نص جميل جدا، بامكاننا انه نعدل عليه ونقتبس من عنده. طيب طبعا راح ناخذ من عنده كوبي نسخ ونجي لبرنامج وورد، وطبعا راح نضيف هذا النص بشكل افتراضي. راح نروح الى تخطيط ومن ثم الاتجاه ومن ثم افقي. طبعا ممكن تاريخ الاصدار نحذفه حتى تكون ورقة واحدة. اذهب الى ادراج صورة من هذا الجهاز. طبعا كل هذه المرفقات راح تكون متاحة لكم مجانا، بامكانكم تنزلوها. فراح نضغط على هذه الصورة وراح اضغط عليها كليك ايمن، التفاف النص ومن ثم خلف النص. جيد، الان راح نخلي الشهادة بكبر حجم الورقة هذا الشكل. راح نحدد هذا النص كله كنترول اكس، وراح اروح الى ادراج مربع نص، رسم مربع نص. جيد، طبعا قبل ما نكمل الشهادة اطلب من عندكم طبعا دعم هذه القناة من خلال الاشتراك والتفاعل مع هذا الفيديو. الان راح نروح الى قائمة ادراج صورة من هذا الجهاز، راح نضيف هذه العلامة طبعا من التفاف النص أمام النص. نصغر طبعا العلامة بحيث تكون بهذه المنطقة، ومن إدراج أيضا صور راح نضيف الشعار الخاص بالمركز، مركز التدريب طبعا. طبعا شعار عشوائي لا على التعيين أمام النص هذه هي الطريقة. وأيضا راح نضيف المخطوطة الخاصة بالشكر والتقدير. طبعا من التفاف النص أمام النص كبر المخطوطة تكون بهذه المنطقة. ممكن طبعا تنزل هذه العلامة. جيد، الآن نجي إلى تنسيق الشكل. طبعا نحدد مربع النص، تنسيق الشكل، تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، الإطار راح يكون بدون إطار. طبعا نحذف هذه الشكر، كنترول أي من الصفحة الرئيسية راح نجي نختار فونت معين وليكن هذا الفونت. طبعا نختار مثلا 16. جيد، الآن راح نحذف الفراغات، وطبعا راح يكون توسيط مثلا الاسم احمد مراد عبد الله مثلا. طبعا راح نكبر الاسم ممكن بهذا الشكل، وطبعا ممكن يكون لونه ازرق بنفس لون هذا النص. طبعا يكون لون ازرق مقتبس من الشعار او هذا اللون الجوزي، ممكن نختار هذا اللون الجوزي، والنص البقية يكون باللون الأزرق مثلا، ممكن هذا اللون أو ممكن أطوغ، ممكن طبعا ينزل بهذا الشكل. جيد، طبعا ممكن هذا النص أيضا يكبر، وطبعا التباعد ما بين الأسطر حدد النص ونختار مثلا 1، او خيارات تباعد الاسطر ممكن يكون 0.8 بهذا الشكل. جيد، ايضا راح نحذف الفراغ. نجي الى هذا النص، نسخ التنسيق، وطبعا راح نلصق التنسيق بهذه المنطقة.
راح نحذف هذا الفراغ مثلا. طبعا نحذف هذه العبارات وتصعد الى الاعلى في العمل الجاد الابداعي والابداعي ممكن والتفاني في العمل مثلا بهذه الطريقة. نحذف مثلا هذه الجملة. جيد، طبعا نجي الى هذا النص، نسخ التنسيق وطبعا لصقة لبقية النصوص بهذا الشكل. ممكن شوية نزيد بالعرض، طبعا ايضا ممكن نزيد بارتفاع تباعد الاسطر بهذه الطريقة مثلا بهذا الشكل. ايضا راح نضيف مربع نص، مربع نص، رسم مربع نص. احنا نبي الاسفل التاريخ ونضيف تاريخ وليكون مثلا 4/5/2024. طبعا من تنسيق الشكل تعبئة الشكل بلا تعبئة، اطار الشكل راح يكون طبعا بدون اطار. من الصفحة الرئيسية نختار نوع خط وليكن هذا الخط، وطبعا نختار ممكن هذا اللون الأزرق أو اللون الجوزي توسيط. ممكن يكون الحجم 16 بهذا الشكل. أيضا ممكن تباعد الأسطر، يكون خيارات تباعد الأسطر يكون مثلا 0.7 أو 8. ممتاز بهذا الشكل. وطبعا هنا أنا مثلا ممكن نكتب التوقيع مثلا محمد علي باسم مثلا مدير المركز بهذا الشكل. طبعا ممكن مدير المركز تكون باللون الأزرق، وهنا طبعا التاريخ يكون باللون الأزرق بهذا الشكل. طبعا أيضا ممكن طبعا نضيف هنا بالأسفل، نحذف الجزء اللي بالأعلى وطبعا ننزل به إلى الأسفل ونكتب طبعا السيريال نمبر اللي هو S.N نقطتين شارحة مثلا 00578 سيريال نمبر بهذا الشكل الخاص بالشهادة. ممتاز، مثل ما نلاحظ طبعا أصبح عندنا شهادة شكر وتقدير احترافية وإبداعية بنفس الوقت.